نرجع تاني مرة تانية نكمل كلامنا عن نجوم الجيل الذهبي ولقاء عملته جمانة مع وائل شيتوس اللي عامل قلق مع المنتخب الأولمبي ومازال دمه خفيف برضه. وغير كده كمان يمكن وقت المباريات زمان لما كان هو بيلعب برضه كان عليهم ضغوط، فكنت تلاقيهم مثلا في المقابلات مشدودين شويه، عليهم ضغوط، انما دلوقتي بقى خفه الدم الحقيقيه بتبان. يعني اعتقد هنشوف جانب من شيتوس مختلف في هذا اللقاء. خلينا نتابعه ونرجع لحضراتكم على طول. لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، والنهاردة هتنطلق فعاليات تحدي نجوم الجيل الذهبي، واحنا بنتكلم عن أهم نجوم الرياضة والكرة المصرية معانا دلوقتي. الحقيقة يعني احنا بنتكلم عن المنتخب الأولمبي وإنجازات المنتخب الأولمبي. معانا كابتن وائل شيتوس، نورنا وألف مبروك، وعايز أتكلم معاك في حاجات كتير جدا. ربنا يخليك يا جمانة، ويعني الله يبارك فيكي واتكلمي في اللي أنت عايزاه. أنا طب خليه في البداية طبعا أكلم معاك عن تأهل المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة. خليني أقولك إن إحنا في البداية لما كانت المباريات قدام النايجر إحنا كنا شفنا أداء كبير الحقيقة، كنا خايفين شوية من فكرة إهدار الفرص، وكنا بنقول في سوء حظ شوية للمنتخب، لكن الحقيقة بعد كده كل مباراة عن مباراة الأداء كان بيبهرنا وكان بيطمننا أكتر. كلمنا عن رحلة المنتخب الأولمبي. يمكن احنا بعد مباراة النايجر الناس كلها كانت متخوفة، انما احنا كجهاز فني قعدنا ودرسنا المباراة بشكل كويس وحللناها بشكل كويس، لقينا ان احنا الولاد قدروا كل اللي احنا طالبينه منهم. كان بس في سوء توفيق في احراز الهدف او في الفينشنج بتاعنا، انما في الاخر وصلنا بشكل كبير، وصلنا من على الاطراف، وصلنا من العمق، وصلنا بكل الجمل التكتيكية والجمل الخططية اللي مرناها عليهم. فاعتقد ان ما كانش عندنا التخوف، كنا يعني واثقين ومتوسمين ان احنا بالمباراه اللي بعديها مباراه مالي هنأدي بشكل كويس وهنكسب وهنبدا نتاهل والبلان بتاعتنا زي ما احنا رسمينها يعني. وده اللي حصل فعلا في مباراه مالي، كان في تركيز شديد جدا لان مالي كانت كسبانه الماتش الاولاني بتاعها، وفرقه كبيره جدا وفرقه كويسه جدا، ويمكن قبل البطوله مطلعه السنغال، فيعني فرقه كان ليها احترامها، انما قدرنا ان احنا نكسبها 1-0 وعملنا مباراه كبيره جدا. ومن ثم بعد كده بقى بدانا نتدرج لغايه ما تاهلنا كاول مجموعه زي ما احنا كنا حاطين برضو في الخطه بتاعتنا، بحيث ان احنا نبعد عن المغرب، مش عايزين نلاقي او نتلاقى مع المغرب في السيمي فاينل، وده اللي حصل فعلا. وبعد كده لعبنا الفاينل بقى مع المغرب، انما كنا خلاص حققنا الهدف الاساسي بتاعنا وهو التاهل. الهدف الثاني كان ان احنا نحصل على البطوله، يمكن كان نفسي انا كمان كمجد شخصي ليه احرز فيها الكاس، انما الحمد لله رب العالمين ربنا يعني قدر. وسيناريوهات مباريات المغرب دايما بنبقى عارفينها، لما بتبقى كمان في المغرب عصرتها وعشرتها مع النادي الاهلي وعشرتها مع منتخبات مصر بمختلف اعمارها، فالحمد لله رب العالمين. والحقيقة يمكن كمان المنتخب برغم ان هم كانوا 10 لاعبين فقط، لكن احنا بجد تماسك اللعيبه ما حسسناش ابدا انه في حاجه ناقصه، بالعكس كان في سينكرونايزيشن او كان في تناغم بين اللعيبه كان هايل. ويمكن دي كانت تبقى من ضمن الافات اللي احنا بتبقى عندنا حتى يمكن في الفرق الدرجه الاولى، عندنا مشكله في فكره تناغم اللعيبه مع بعض. بصي، هو دايما بيقولوا على الشعب المصري بيبان في الازمات وبيبان معدن الشعب، فاحنا جزء من الشعب كلعيبه كوره، فلما بقينا 10 عارفه حصل تكاتف كده وزي ما بتقول انت تناغم، انما حصل ان اللعيبه يعني واحنا كجهاز من بره بدانا نتكلم ان احنا لازم نبقى مترابطين اكتر، نقرب من بعض بشكل اكبر، الروح القتاليه زادت بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي الناس احترمته في الاخر. يعني الناس بغض النظر عن النتيجه ان انت اتغلبتي، انما في الاخر الناس احترمت الاداء واحترمت الروح واحترمت فكره ان في ناس ب 10 لعيبه ناقصين واحد بيأدوا بالروح القتاليه دي. بقت مهمه وطنيه اكتر من ان هي تنافس رياضي. طب في لحظه خفت فيها كابتن شيتوس؟ في حته في وقت كده حسيت انه انا قلقان دلوقتي؟ لما بدأنا في الاكسترا تايم، لان وانت بتلعبي 10 والضغط العصبي اللي عليكي والضغط بتاع الحكم وضغط الجمهور وضغط اللعيبه الزياده 1، بدأت احس ان احنا مش هنقدر نستحمل اكتر من كده، لان الموضوع اكيد هيبقى فيه تدخلات، وقد كان فيه تدخل من الفار ربنا يكرمهم وخسرنا المباراه يعني. لا بس كان الاداء الحقيقي كان جيد جدا. طب توقعاتك بقى ليه او تحضيراتك ايه لفرنسا المنتخب الاولمبي؟
والله احنا لسه يعني الاجنده الدوليه هتبدا شهر 9، فاحنا دلوقتي في اجازه وانا في فعاليات المهرجان. انا في اجازه دلوقتي. انا بحاول استمتع. انا بحاول اغش منك برضو. بحاول استمتع، فما فيش اي حاجه دلوقتي، والدوري خلاص بيخلص، فاحنا واخدين فتره راحه كده ونبدا نشتغل ان شاء الله. اكيد الاعداد هيبقى مختلف خالص عن الاعداد ما قبل افريقيا، لان انت هتقابلي مدارس في الاولمبياد، هتقابلي مدارس من اوروبا، هتقابلي مدارس من امريكا اللاتينيه، هتقابلي مدارس من امريكا الشماليه، هتقابلي مدارس من اسيا، فاذا لازم الاعداد بتاعنا يبقى اعداد شامل ونلعب كل المدارس دي ان شاء الله. استعين بلعيبه اكبر طبعا من سن 23 سنه، محمد صلاح، كاميل لاب. شرف كبير ان الواحد يعني واحد بقيمه محمد صلاح يبقى موجود معانا في الفرقه، وده نتمناه. انما الاوبشن بتاع الثلاث لعيبه، اكيد انا وجهه نظري الشخصيه لسه ما اتكلمناش كجهاز، انما هو ميزه بتاخدها الفرق، فليه لا يعني، ليه ما نستغلش الميزه دي؟ بالعكس، ويمكن الاولمبياد اللي فاتت انا كنت متواجد فيها الحمد لله برضو في طوكيو، كان استعنا بثلاثه كبار، كان الشناوي والونش واحمد حجازي، والثلاثه فرقوا معانا بشكل كبير جدا وكانوا يعني عاملين شغل كويس. فاعتقد ان الثلاثه الكبار دايما بيبقوا مصدر يعني تالق ومصدر زياده للفريق. طيب بما انك معانا، خلينا نستغل الفرصه ونعدي سريعا على مباراه الاهلي والزمالك، قول لي ايه رايك؟ لو مش سريعا برضه عندي الزملكاويه. انا بشجع الاهلي. تمام ماشي. عشان قلت لي سريعا فقلت يمكن يعني محرجه من حاجه. لا عشان لو انت محرج من حاجه. لا انا مش محرج ولا حاجه، لا انا في الاخر يعني اسمي وائل رياض، اكيد منتمي للنادي الاهلي والناس عارفه انتمائي كمحب وكراجل حياتي كلها في النادي الاهلي. لما ببقى متولي مهمه المنتخبات ببقى على مسافه واحده من كل اللعيبه، واللعيبه كلها الحمد لله صداقاتي بلعيبه مصر كلها من مختلف الانديه صداقات قويه جدا. انما في الاخر الاهلي والزمالك كانت مباراه كويسه، الاهلي بيلعب وهو منتشي جدا، واخد البطولات كلها السنه دي، فبيلعب وهو ما عندوش اي ضغط. نادي الزمالك الفترة اللي فاتت كان ماشي كويس، انما اسوريو يمكن ما دخلش المباراة بشكل جيد وقدر يعدل بعد كده، بس كان تو ليت في الكورة. عندنا بنقول ان المبادرة دايما بتكسب، فانما في الاخر المباراة طلعت بشكل كويس، وروح اللعيبة مع بعضها كمان كانت نقطة ايجابية ومميزة جدا، وهو ده اللي نتمناه على طول يعني. طبعا يمكن احنا بنتكلم في النادي الاهلي فكرة وجود المؤسسية او النظام، وده اللي بيميز النادي الاهلي بشكل كبير. طبعا احنا النهارده موجودين من ريجل هايتس، ريجل هايتس في مدينه العلمين الجديده، وتحدي نجوم الجيل الذهبي، ولسه كنت عارفه منك قبل الهوا هتلعب في فرقه كابتن محمد فاضل. قولي بقى رؤيتك لفكره تنظيم وجود مهرجان زي ده في العلمين الجديده، وفكره زي دي فكره لطيفه كمان قوي، ودايما بنتكلم انه نجوم الجيل ده ليهم معزه كده في قلبنا كبيره ومعزه خاصه. احكي لي كده عن الفكره دي وتنظيم المهرجان ده بشكل خاص وتنظيم هذا التحدي كمان. طيب المهرجان او الفكره كمهرجان هايله، ويا ريت تتكرر على طول ويبقى فيه دايما ايفنتات للاعيبه مصر المعتزله، بيبقى يعني التقاء كويس جدا، ويمكن حتى الناس اللي شغالين في الاوتيل، الناس النزلة اللي في الاوتيل بتحس ان هم حابين الجيل دوت، لان دول كبروا معاه وطلعوا معاه، فبيبقى الاجواء بتبقى جميله جدا. انا بس اللي مضايقني حاجه واحده بس، مين اللي عمل الفرق؟ لان انا محطوط مع فرقه ما يعلم بها الا ربنا. ليه؟ طب لا ثانيه واحده، انت عايز تغير الفرقه دلوقتي؟ لا خلاص بقى، غير فرقه ايه؟ انت من الاول كده بنحط شماعات من الاول. بحاول احط المبرر من بدري قدام الساده المشاهدين عشان يبقوا فاهمين ان انا يعني ابديت اعتراضي من قبل المباراه. احنا فين ده الروح ده؟ عامل النفسي اهم حاجه، احنا دمرنا العامل النفسي كده للفرقه. ومين اللي قال لك ان انا ما بعملش كده عامل نفسي على ان الفرقه الثانيه تحاول ان هي تبقى يعني ما تحترمناش قوي عشان ننزل نكسبهم؟ هو كله نفس. طبعا. بس وده اللي انا عمال اقوله تحت لحسام غالي، اقول له انتوا فرقتكم جامده قوي، ما تتعبش نفسك. واحمد حسن اقول له انتوا جامدين جدا، بص احنا عمالين ناكل ونضرب في بيبسي ونضرب في شيبسي ونعمل مش عارف ايه، فانتوا يعني شغالين شغل كويس. لا بجد المهرجان حاجه جميله، وان شاء الله بقى النهارده تبقوا موجودين معانا. طبعا. طيب يعني بتاع الكاميرا بس ما يركزش معايا قوي، انا مش قادر اجري فيعني. بس التاكتكس حضرتك هتوجه. طبعا خبراتي بقى، خبراتي كمدرب هتطلع النهارده بقى. بس لا ان شاء الله تبقى مباراه كويسه والناس تستمتع بيها، وبنادي طبعا بشكر طبعا المتحده وكل الناس القائمين على المهرجان ده، لان فعلا يعني زي ما بقول لك ملتقى مهم جدا وكويس جدا، واتمنى تكراره بشكل دوري يعني. التنظيم حتى الان ايه رايك فيه؟ وفكره وجود جماهير هتتفرج على التحدي ده ايه رايك فيه؟
تشوفكم بقى يعني بقالهم كتير ما شافكوش وجعا لوجع. اه طبعا بدنا نلعب من غير جمهور اصلا يعني ما فيش جمهور في الملاعب فجايبهم لنا على الرمله فربنا يستر. لا الفكره انا بقول لك الفكره هايله والتنظيم لغايه دلوقتي حاجه بروفيشنال جدا فانا بجد يعني بشكرهم وزي ما بقول لك يا ريت ما يبقاش يوم وخلاص ما يبقاش مره وخلاص لا واللعيبه على فكره المعتزله تحديدا بيبقوا مبسوطين جدا بالحاجات دي وبيبقوا مبسوطين جدا بان هم بيتقابلوا لان الدنيا تلاهي وكل واحد خلاص بقى عنده حياته وعنده الكارير بتاعه وكلنا كنا في الاخر لعيب الكوره بنجمع في اوضه لبس دلوقتي كل واحد عنده اللي اعلامي واللي مدرب واللي بيشتغل رجل اعمال واللي ملوش في الكوره خالص دلوقتي يعني فكلنا لما بنتجمع تاني بتبقى ايام حلوه بنقعد بقى نسترجع الذكريات. لو حابب ان انت تضيف او تقدر ان انت تضيف حاجه للعالمين او لمهرجان العالمين بما ان احنا لسه في اول نسخه أول نسخة دي دايما بيبقى لسه عليها تعديلات، ايه اللي ممكن تضيفه؟ ايه اللي حاسس ان احنا محتاجينه هنا؟ ممكن السؤال دوت يتأجل لبعد الفعاليات بعد ما نخلص بحيث ممكن بكره نقف نفس الوقفة ونتكلم نفس الكلام اقول لك والله كان ناقص كذا انما انا بقول لك لغاية دلوقتي الدنيا ماشية كويس لسه بقى عقبال ما نروح المباراة ونشوف التنظيم شكله عامل ازاي نشوف الجمهور نشوف دخول الجمهور الكلام ده كله بعديها اقدر اقيم لك التجربة كلها هل التجربة ناقصة حاجة انما زي ما انت قلتي في الأول هي دايما أول تجربة أو أول فعاليات أو أول نسخة دايما بيبقى مش هقول فيها مشاكل ولكن ممكن في حاجات على فكرة الضيوف ممكن يعدلوا ويقولوا للمنظمين خلي بالكم انتوا كان لازم تعملوا كذا كان لازم كذا فده أعتقد ممكن السؤال ده أجاوبك عليه بكرة يعني. طب قولي ذكرياتك مع المصيف. انت لخصت الموضوع في المصيف هي المصيف ده والله ذكريات جميلة الواحد دلوقتي بقى ساحل ساحل وبقى الساحل الشرير والساحل الطيب. لا فعلا الواحد انا كنت باجي اسكندرية مع أهلي كنا بنروح المعمورة والمنتزه وميامي والعصفرة والكلام اللي هو الكلام القديم ده اللي اعتقد دلوقتي خلاص اتنسى بشكل كبير ويمكن ما يجيش بقى دلوقتي الناس بتيجي تقعد بالصيف كله شهرين ثلاثة قاعدين وقتهم كله انما احنا كنا بنبقى بنجمع او بنحوش السنة كلها عشان نطلع اسبوع او 10 ايام ونبقى مبسوطين بيه جدا فلا الذكريات اي حاجة قديمة فيها بركة كان فيها بركة وكان فيها حاجة جميلة دلوقتي طبعا الايام اصعب طبعا انما في الاخر بنتمنى ان الولاد ولادنا يعني يبقوا مبسوطين ويبقوا مرتاحين ويبقى يعني ده كل هدف كل واحد في الحياة يعني. كل تأكيد بسألك كم سؤال سريع من غير تفكير هترد عليا خلاص؟ انا مثلا اجاوب حاجه من غير تفكير بس هنحاول بقى بنتدرب احنا في مباراه دلوقتي فلازم نسخن كده ايوه دي مباراه ذهنيه بقى افضل لاعب سواء ابراهيم عادل افضل لاعب دلوقتي موجود عندنا في ان كان في الدوري شايفه موجود افضل لاعب مصري بس محلي زيزو افضل محترف محمد صلاح عايز تعمل ايه دلوقتي؟ عايز انزل اكل كابتن وائل نورتنا وانا سعيده جدا باللقاء ده وعلى فكره هنتفرج على المباراه ولو قالوا حاجه انا هبلغهم هتفرج وهقول لهم دلوقتي حالا هقول لهم ان الخطه اللي انت عملتها والعمل النفسي اللي انت بتلعب عليه بس انا متاكده ان انتوا ان شاء الله هتادوا اداء جيد في الملعب ان شاء الله. انت بتشجعي مين؟ انا بشجعك طبعا بجد طبعا كل الانترفيوز اللي عامل اللي قبليها قالت نفس الكلام محدش سالني السؤال ده ف طيب ماشي انا فرقتي لابسه اصفر النهارده انا ومحمد فضل وخالد بيبو وعادل مصطفى وشريف عبد الفضيل وامير عبد الحميد ده فريق طيب قوي ده فريق ما يجيبش قاوت والله فريق اللي جمعه ربنا يسامحه بس والله فريق طيب وربنا هيكرمه ان شاء الله بص بقى الفرقه الثانيه مين حسام غالي وليد سليمان سيد معوض جده عماد متعب امير توفيق مش عارف ازاي على اي حال اكيد كان في وجهه نظر للتجميع دي انا بجد سعيده بلقائي معاك وسعيده انه يمكن ظهر كمان للناس الجانب المرح لا ده على طول ظهر اكتر سعيده بلقائي معاك جدا شكرا ميرسي